سلمى، بما انه كنا عم نحكي عن الطقس والمرتفع الجوي القادم، اليوم رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل، بالاضافه لموضوع مواضيع اخرى عن الجمعيه الفلكيه السوريه وذكرى تاسيسها ودخولنا طبعا للاتحاد الدولي للفلك اللي بيصادف 30 اب. اهم ما حققته وانجازات هي الجمعيه وافكار طبعا طبقت على ارض الواقع. بستنى اكيد نرحب بالدكتور محمد العصيري رئيس الجمعيه الفلكيه السوريه. يسعد صباحك دكتور. صباح الورد، فرحك. صباحك صباح الشوب سلمى. يسعد صباحكم. ان شاء الله يا رب يكون اخر موجه شوب حاجه تعبنا. ان شاء الله يا رب. يسعد اوقاتك. انت بدك تبشرنا فيها دكتور؟ والله هي جايه من موجه شوب، يعني حسب المديريه العامه للارصاد الجويه وحسب الواقع اللي عم نشوفه ونلمسه فعلا. نحن مقبلين باعتبارا من بكره وبعد بكره على ذروه ارتفاع درجات حرارة، للأسف الشديد هي آخر إن شاء الله موجة بآب بإذن الله تعالى. طبعا حيستمر في حرارة بأيلول، لا يعني أنه بأيلول حيكون الوضع ماطر ولا لا لا لا، لكن هيك موجة حارة هي قوية شوي نسبيا. يعني متوقع درجات الحرارة توصل ل 42 درجة مئوية، يعني هي هذا درجة الحرارة بالظل. نحن في عنا شيء اسمه الشعور بالحرارة اللي هو بيتدخل فيها عامل الرطوبة، فكلما كان عامل الرطوبة عالي شعرنا بالحرارة بشكل اكبر. صحيح. وهذا الشيء بيختلف من انسان لانسان. نعم. فممكن يصل شعور الحراره عند بعض الناس 44 45، ممكن عند ناس اخرين 50. وبالتالي نحن فعلا مقبلين على ايام، وانا بشكركم بالمقدمه التنويهات اللي نوهتوها، فعلا مقبلين على ارتفاعات درجات حراره، وهذا الشيء طبيعي لانه نحن بآب. قد ايه ممكن يبقى المرتفع هذا؟ والله بقينا لاخر اسبوع، يعني لاخر يعني اب ودعنا بهذا المرتفع. اب اللهب بدنا ندعو بابي. اب اللهب فعلا حينطبق عليه الكلمه، يعني صح. اب اللهب حيطلع خالصين منه بارتفاع حراره عالي. اكيد. طيب دكتور خلينا نبلش اليوم، قلنا انه نحن كمان عم نحتفل بالجمعيه الفلكيه السوريه، خلينا نبلش نحكي عنها تقريبا تاسيسها واهم يمكن المحطات اللي مرقت فيها. سلمى، الجمعية الفلكية السورية تأسست ب 31/8/2005، مجموعة من الهواة كنا نعشق علوم الفضاء والفلك، كنا رغبتنا انه نحن عندنا امجاد بعلوم الفضاء والفلك، عندنا علماء مثل البتاني، مثل ابن الشاطر، مثل اسماء كبيرة من العلماء اللي خلدوا اسمهم التاريخ، هالعلماء هذول تركوا ارث حضاري كثير كبير في سوريا، سوريا في فترة من الفترات أول أبجدية، أول سيمفونية موسيقية، أول مرصد في التاريخ هي وبغداد، مرصد قبة السيار اللي منمر قدامه بقاسيون، هذا أول مرصد في التاريخ هو قبة الشماسية في بغداد. نعم. وبالتالي عنا إرث حضاري كبير بعلوم الفضاء والفلك. نعم. كان هدفنا، كان شعارنا استعادة هذه الأمجاد في علوم الفضاء والفلك، وبهذا المنطلق تأسست الجمعية هواة الفلك، كان اسمها بمجموعة من الهواة، كان هدفها نشر علوم الفضاء والفلك على المستوى الشعبي، تعريف الناس على هذا العلم، إدخال هذه المادة إلى المناهج التدريسية، الحصول أو بناء مرصد. ما كان حلمنا يكون كبير، كان حلمنا يكون عندنا مرصد، يكون عندنا أبحاث علمية، يكون عندنا مختصين نشارك دول العالم، نقول نحن هون في مجال علوم الفضاء والفلك. بدأت مسيرة جمعية هواة الفلك سابقا بتأسيس قاعدة علمية، ناس مختصين، قدرنا نحصل على كادر حصل على شهادات عليا بمجال علوم الفضاء والفلك. انتقلنا من هواة الفلك إلى الجمعية الفلكية السورية. أول مفصل لنا كان أو أول تغير بتاريخ الجمعية كان لما سمينا كوكب تدمر، لما دخل الارهاب الكوني على سوريا، على تدمر تحديدا، وكنا نشعر بالاسى، يعني عم نشوف تدمر الحضاره اللي بتشع على العالم عم تنأذى، ونحن مو قادرين كشباب علميين، يعني ما قادرين نعمل شيء، قلبنا عم يحترق. فقررنا انه ندخل بمغامره تسميه كوكب يسمى تدمر، اكتشف يدور حول نجم يسمى الراعي. تذكر لما كنت عم تحكوا بهذا الموضوع كنت معك انا وفرح بنفس هاي الحلقه تماما، وبعدين سجلتوا هذا الشيء وكمان حكينا يمكن ب 2015. بالضبط تمام، ما شاء الله على ذاكرتك على الخشب. فاذا بالفعل فكان اتجاهنا انه نسمي كوكب يدور حول نجم اسمه الراعي، هذا النجم سماه البتاني، كان مسابقة عالمية، وهذا كان أول صدمة إلنا، أنه تفاجأنا صدمة إيجابية وسلبية. السلبية أنه توقعنا أنه تدمر كاسم الناس كلها أو خارج سوريا تتقبله، لكن تفاجأنا أنه بعد الأمور السياسية تدخل في هذا الإطار. صحيح. الحرب حتى ما كانت بس حرب سلاح، لا كان حرب ثقافية بكل النواحي دكتور، دخلت بالضبط بكل النواحي، لكن صممنا استمرينا ما في مجال، يعني بدنا نسمي تدمر، ونشرناه للتصويت وتتذكروا، وحصل اسم تدمر على أعلى الأصوات، ولهلأ حتى اليوم والله العظيم امبارح كانوا عم يسألونا بعض العلماء أنه شلون أنتم قدرتوا تسموا تدمر بهالنجاح الباهر. فكان عندنا كوكب تدمر. بعد منا قلنا لا، بدنا ندخل الاتحاد الدولي للفلك. الاتحاد الدولي للفلك هو المظلة اللي تحت منا بتضم كل دول العالم المهتمة بعلوم الفضاء والفلك، ناسا، إيسا، وكالة فضاء، كل هالدول اللي عندها وكالات فضاء، عندها أبحاث،
كله تحت مظلة الاتحاد الدولي للفلك، ما في كوكب يكتشف، ما في مذنب بيمر، ما في حدث فلكي إلا الاتحاد الدولي للفلك هو المنظم. نعم. طيب جينا بال 2018 سالي سلمى فرح بدنا ندخل على الاتحاد الدولي للفلك، شو بدنا ندخل؟ كان أول شرط إنه يكون عنا تلسكوب مرصد. طيب نحن عنا عقوبات، ونحن بالفعل كنا طامحين إنه نبني مرصد وبادئين بهالخطوات العملية، لكن العقوبات شملت المرصد وحرمنا منه، فكانت العقوبات إنه ممنوع أن سوريا تستورد مرصد. نحن بدنا ندخل الاتحاد الدولي من بين شروطه شراء مرصد، فنحن بنينا قبة، جهزنا كل الأمور وبعتنا الاتحاد إنه مو ذنبنا، نحن قادرين ندفع كل شيء التزامات مالية علينا، تفضلوا أنتم بعثوا لنا المرصد، فقلبنا الطاولة عليهم. صممنا انه ندخل الاتحاد الدولي للفلك، كان في نوع من المفاجاه للاتحاد انه سوريا شلون بدها تدخل الاتحاد الدولي للفلك، لا عندها وكاله فضاء، ما يعني الشروط كانت كثير قاسيه، عقوبات وحصار يعني بتمنع اي خطوه اولى مثل ما صحيح و800 صفحه المراسلات بيننا وبين الاتحاد الدولي للفلك، كنا مصممين كيف الدول تدخل الاتحاد. سلمى فرح، الدول بتدخل على الاتحاد على حساب دول اخرى، يعني عدد الدول في الاتحاد الدولي للفلك 91 دوله، كل سنتين بيطلعوا دولتين او ثلاثه وبيدخلوا مكانهم دولتين او ثلاثه وفق شروط قاسيه جدا. أسوأ ثلاث دول بيطلعوا من الاتحاد بيدخل مكانهم دول جديده. فنحن كنا مقدمين مع سلوفانيا، مع ثلاث دول عربيه، الامارات، الاردن، كانت الجزائر، المغرب على ما اذكر، وكان معنا دولتين اوروبيتين، يعني كان كنا تسع دول كانوا بدهم منهم دوله، فكان الملف تبعنا كثير صعب. الشروط بدأت بعام 2016 بعد كوكب تدمر، عملنا ليلة رصد ضخمة جدا. تخيلوا سلمى فرح بأيام كانت سوريا تعيش بأزمة، فعلا الإرهاب كان كثير متوحش بتلك الفترة، القذائف عم تنهار على دمشق ونحن طالعين تلسكوبات ومئات الناس عم ترصد معنا خسوف للقمر. العالم وصلته رسالة قوية جدا أنه الشعب السوري شعب حي بده يتعلم مهما صار. بدأنا بالأبحاث العلمية، نشرنا، كان مطلوب منا ثلاث أبحاث علمية، نشرنا سبعة، عملنا نشاطات للأطفال بشكل كتير كبير، بنينا تاني أكبر مرصد ولسه ما تأخرنا افتتاحه لبعد ما خلصنا من الاتحاد الدولي، حققنا كل الشروط. جينا ليوم التصويت، سلمى فرح حكى معنا رئيس الاتحاد الدولي للفلك، طبعا نحن منعنا أنه نروح حتى تأشيرة ما عطونا نشارك، رغم هيك كنا مصممين انه ندخل ونقدم ملفنا. حكى معنا قبل التصويت قالنا ملفكم صعب، يعني نحن ما بدنا نحبطكم لكن ملفكم صعب، يعني متوقع انه انا بنصحكم تسحبوه لانه رح ياخذ اسوء اصوات. قلنا له لا، نحن بحق لنا نحكي كلمه مصوره، ووقتها كان في عنا نحن ما قدرنا نروح، لكن كان في رئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك بوجه له تحيه كان موجود هنيك، فالقى كلمتنا. كلمتنا كانت كثير محوريه، انه انتم عايشين بظروف لا عقوبات اقتصاديه لا لا لحرب عليكم، عايشين برفاهيه، ما عندكم مشاكل، وحققتوا اقل من اللي حققناه نحن. نحن تحدينا اي دوله تقدر تجمع العدد اللي جمعناه بنشاط واحد بس، نشاط واحد بس شارك فيه ناس كله كان مصور ومنقول لهم، يعني كان شرطهم انه نفتح الانترنت على الزوم يشوفوا التفاصيل ويحكوا مع الناس يتاكدوا انه نحن ما عم نزور. فنحن كنا كثير مرتاحين لانه ما عم نخبي شيء وعندنا شيء واضح، وفعلا دعم الناس لنا هو اللي نجح الجمعيه الفلكيه السوريه. بالفعل حكينا هالكلمه وقلنا نحن حكمنا عقولكم، اذا انتم علماء عن حقه فكروا بضميركم بعيدا عن اي ضغوط سياسيه. كيف كان التجاوب؟ والله تفاجئنا بلحظه التصويت، كنا على قلبنا، بلشت النتائج تطلع، والله العظيم بلحظه كانت الحمد لله كانت فارقه، اخذنا اعلى اصوات. يعني حتى قدم استقالة رئيس الاتحاد الدولي للفلك من وراء القصة هي، لأنه أخذنا أعلى أصوات ونجحنا بشكل كبير بدخول الاتحاد الدولي للفلك، وحتى يعني دخولنا كان بقوة كبيرة جدا. 2018 ب 30 آب 2018 دخلت سوريا الاتحاد الدولي للفلك كأول جمعية عربية، يعني كان مفارقة، رغم أن الدول في بعض الدول العربية الشقيقة عم تعمل إنجازات حلوة بعلوم الفضاء والفلك، لكن نحن كنا أول دولة دخلنا الاتحاد الدولي. هذا اللي بنقول عليه، يعني دائما إذا في تصميم وفي إرادة فما في شيء بيوقف بوشنا تماماً، رغم من ضعف الإمكانيات اللي حضرتك حكيت عليها. صحيح. من كم يوم تحديدا بالشهر الماضي اجتمع الاتحاد الدولي للفلك بعد أربع سنين ب 2022 ليقيم الدول اللي كانت نشيطة. الحمد لله نحن كنا من الدول الأكثر نشاطا، مو بس دخلنا وصلنا من أكثر نشاطا، وطبعا تم تكريمنا بإيطاليا كمان كنا موجودين هون، فكان نجاح كتير كبير، حققنا كل النشاطات المطلوبة منا وأكثر، عملنا مشاريعنا الخاصة وأطلقنا تاني أكبر مرصد بالوطن العربي. هذا كان إنجاز جديد للجمعية الفلكية السورية بعد دخولنا الدولي وتعرف العالم علينا وعلى رسالتنا،
وعلى أهدافنا، بدأنا بالتفكير بالمنحة الداخلي أنه الناس لازم نرسم بسمة المعرفة وحب هذا العلم عن الناس. هذا علم كتير مهم. سلمى فرح اليوم يلي ما له قوي بالفضاء ما له قوي على الأرض، اليوم الفضاء هو عم يتحكم بكل شيء. بس دكتور خلينا عفوا نحكي شيء واقع، اليوم ضمن هاي الإمكانيات خلينا نقول المتواضعة وهذا الحصار والهجوم الشرس على سوريا، إذا نحن فعلا بدنا نكون واقعيين ونصنف الجمعية الفلكية السورية كإنجازات على أرض الواقع، ما بدنا نقول مقارنة بيمكن هذا الحصار، خلينا نكون واقعيين أكثر ومتجردين بالحديث عنه، مقارنة مع باقي الدول، كيف بتلاقي إنجازات الجمعية الفلكية السورية اليوم؟ وشو هي يمكن النواقص اللي بتحس انه لازم تكون موجوده لحتى نحن نكون شبه كاملين بهذا المجال؟ تمام، خلينا نكون صريحين. فينا بكل بساطه نفوت على موقع الاتحاد الدولي للفلك، نفوت على مواقع كثير، نلاحظ مدى النشاط الكبير اللي عم تقوم فيه الجمعيه الفلكيه السوريه. كنت عم اقول انه نحن بظل العقوبات بنينا ثاني اكبر مرصد بالوطن العربي. تمام. ثاني اكبر مرصد بالوطن العربي مو شغله سهله، وهذا المرصد نحن المرصد الوحيد بالوطن العربي المفتوح بشكل دائم ومجانا. يعني دائما نحن عندنا نشاطات رصد عام، هلا خميس في عندنا نشاط رصد عام للمشتري وزحل، دائما هذا المرصد عم يكون متاح للناس وبتقنيات عاليه جدا. عملنا نشاطات يعني اسقطنا الشيء الضخم الموجود بالعالم على امكانيات بسيطه عنا وحققت نفس المفعول لدرجه اذهلت العالم. انه نحن مثلا قاعه الهولوجرام عندنا نحن بالمرصد الفلكي، قاعه الهولوجرام هي بتكلف ملايين، لكن نحن سويناها بتقنيات بسيطه جدا حققت المطلوب وبتقنيات بسيطه، ونقلت هذه التجربه الى دول اوروبا. والله بكل صدق وامانه انه شلون نحن بامكانيات بسيطه قدرنا نرسم البسمه، فعلا حققنا شيء. يعني كان في ايمان، هلا الايمان عند الشباب الكادر الجمعيه، عند الصبايا والشباب اللي عطوا من وقتهم عطوا من جهدهم، هذا الايمان هذا الشغف بهذا العلم الحلو كثير يلي ممتع جدا جدا. يعني لما تطلعوا بالتلسكوب وتشوفوا كوكب المشتري من جواتكم بتصيروا بدكم تدعموا هذا العلم، بدكم تعطوا احلى ما عندكم لهذا العلم. فتحتوا المجال كمان لكثير من الاشخاص، يمكن هن ما لهم علماء، هن اشخاص يمكن عندهم هذا الفضول وهي الرغبه لحتى يتعرفوا، فعلا يمكن دخلوا بهذا المجال وكملوا معكم 100%. وما في انسان فرح، مستحيل انسان ما يقدر ما يعشق نظر بالتلسكوب الى السماء، صعب صعب تلاقي انسان ما يحب يطلع على السماء، هذا السقف تبع بيتنا، او مثلا يطلع على النجوم او يطلع على الكواكب، يعني شيء ممتع جدا جدا جدا. اولا بننسى همومنا، بيكبر افقنا، نطلع على تماما على مساحات كبيره، يعني نطلع على الكون، نعرف قديش نحن هالكوكب الصغير اللي فيه حياه، نعرف قيمتنا بالكون، فمشان هيك هذا الموضوع جدا ممتع. فجوابا على سؤالك فرح، بالفعل الجمعيه الفلكيه السوريه حققت بصمات كثير قويه على المستوى العربي وعلى المستوى العالمي. طبعا نحن ما حققنا كل شيء، كان حلمنا انه يكون عندنا وكاله فضاء، ان احنا كجمعيه يعني صحيح ما لنا وكاله فضاء وما لنا مركز ابحاث، لكن نعمل كهذا المجال بهذا والعقول المجال. والعقول موجوده والاراده موجوده 100%. وحتى نحن عم نقسم حالنا كمتطوعين بهي الطريقه، يعني عندنا فروع بالمحافظات بمعظم المحافظات، اداره هذه الفروع، التنظيم، عم نشتغل بعقليه مؤسسه منظمه علميه تسعى الى نشر ابحاث علميه، تسعى الى نشر العلم عند الاطفال وعند الشباب. يعني نحن هدفنا انه هذا المكان ما نسكره. أكيد. هذا المكان يضل لنا بصمه فيه، لانه فعلا عندنا امجاد علينا ان نحافظ عليها، وشئنا ام ابينا هذا العلم سيفتح لجميع الدول، وبالتالي لازم نكون موجودين. مثل ما دخلنا الاتحاد الدولي للفلك، مثل ما سمينا كوكب تدمر، كوكب اوغاريت، نجم ابله، طبعا بعد ما دخلنا الاتحاد الدولي للفلك بعام 2018 صار من حقنا بدون مسابقه نطلق اسم كوكب ونجم، واطلقنا بالفعل ابله واوغاريت، كوكب اوغاريت يدور حول نجم ابله. الان في كواكب جديده كمان عم نسعى الان نتواصل مع الناس، ناخذ اراء، نستقي اراء، وحتى عن طريق منبركم بالاخباريه السوريه ممكن اي انسان عنده اقتراح لاي اسم. نحن دائما نسعى انه نعرف العالم باماكننا الحضاريه، باماكننا التاريخيه الاثريه، فبتمنى اي اسم لمدينتين مترابطتين ممكن نطلقه على الكوكب الجديد والنجم الجديد بعام 2022. هي دعوه مننا بصبحنا غير لكل يلي شايفنا. خلينا نحكي كمان عن شيء مهم اللي هو الاطفال، يعني كان في لكم نشاطات متميزة، وهي يمكن تعتبر من التجارب القليلة عربيا انه يتم عمل ورشات دائمة للأطفال بأعمار مختلفة لتعليمهم على علوم الفلك. صحيح. خلينا نحكي عنها، وخصوصا في مشروع دائم طول السنة مو بس بفترات مشروع معينة، مشروع الفلك الصغير. وهلأ كمان عندنا نشاط، يعني بوجه تحية للكادر القائم على مشروع الفلك الصغير. هذا المشروع فرح سلمى بلش بي 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 بطريقة بسيطة، فكرة انه لما صارت كورونا، صار الحظر بسوريا،
طيب نحن شلون نعمل نشاطات؟ نحن جماعه يعني بيحبوا الفلك، ما فينا نقعد عاليين، بدنا نشتغل. تم اقتراح، يعني بوجه لها تحيه تركيه جبوري عضو مجلس اداره، اقترحت انه نعمل جروب على الواتساب للاطفال نتسلى معهم نشوف اسئلتهم، يعني نحن والاطفال كثير صحبه، فنشوف شو عندهم معلومات طالما قاعدين ببيوتهم، بدل ما يستخدموا هالموبايل للالعاب، نبعث لهم اسئله، نشوف جوابهم، نضحك نحن وياهم، فبلشنا بجروبات على الواتساب. هذا الجروب كبر لقينا فيه. فاجأته بأفكار يمكن ما تكون بتخطر لنا، لأن دائما الأطفال بيفاجئونا قد إيه عندهم أفكار جديدة، قد إيه عندهم فضول بتفاصيل ممكن إحنا ما تخطر لنا يعني. صحيح، وفوق ما تخيل طلع عنا كأطفال بجننوا، يعني في عنا أطفال محاضرين. يعني تخيلي انت هذا الطفل، انت وياك انت على حب من ورا شاشه موبايل تعرفتي عليه شخصي، قديش متعه. فعلا لقينا اطفال اكبر من سنهم بكثير. هلا هدول الاطفال نحن رعيناهم وعم نستمر معهم، فبلش بواتساب بعد ما رجعت الحياه الطبيعيه، جبنا هالاطفال دربناهم، فتفاجئنا فيهم وتفاجئوا فينا، تعرفنا عليهم، طلع منهم كادر كثير حلو. هذا الكادر الحلو اللي طلع صار يدرب اطفال بعد منهم، فكبر المشروع، صار مشروع مستقل بحد ذاته، مشروع كبير. دائما في نشاطات، ورشات عمل، انه مثلا الارض يا ترى كرويه ولا مسطحه، بالدليل العلمي منبرهن للاطفال انه الارض كرويه بشيء اعمال. شلون يا ترى نحن بنعرف الفصول الاربعه؟ شلون يا ترى مثلا بنقيس نصف قطر الارض، محيط الارض؟ كل صف بنعمل له مشروع او ورشه خاصه فيه. الارض، اي ضوء، كيف نحن بنعرف عن الفلك؟ من الضوء، شو هو الضوء؟ بنحلل الضوء، يعني كل هالافكار كانت موجهه للاطفال. ليش فرح سلمى؟ بصراحه يمكن نحن وصلنا لنقطه كثير مهمه، بدنا نسلم الراي لهالاطفال، لهالشباب الجايين، فنحن بدنا نزرع رسالتنا عند هالاطفال، هالاطفال قادرين يكملوا المسيره، قادرين يحققوا الشيء اللي ما حققناه، نحن كان طموحنا نستمر باتجاه تابع صنعي سوري، نبث عن طريقه كل وسائلنا الاعلاميه، من عن خلاله نقدر نعمل شيء اسمه تحديد المواقع السوري، كان عندنا طموح يكون عندنا وكاله فضاء، ابحاث فضاء، قد ما نقدر نحن نحقق هذا الشيء، اطفالنا هن رح يحققوا، عشان هيك نحن هدفنا انه تبقى الرساله مستمره. صحيح. تنتقل من جيل لجيل لجيل، ونبقى مثل اجدادنا يلي نشروا هذا العلم على كل العالم، نبقى نحن حاملين هالراي ومستمرين. انا ما عم احكي شيء مثالي، عم احكي شيء امل عنا، شيء طموح وشيء فعلا عم نسعى له. صدقوني ما استنينا، ما احب كثير احبطنا، لكن ما وقفنا دائما، يعني كثير ناس بيقولوا لنا يا اخي شلون عم تشتغلوا هلا وظروف نحن خالصين بالارض لحتى تطلع على الفضاء. تماما، يعني هذا شيء طبيعي، هي الجمله اللي دائما بنسمعها عند اي نشاط 100%. وبتوقع حتى يعني بنسمعها لما نطلع مثلا بالاعلام، انه يا اخي انتم وسائل الاعلام عم تحكوا بالفضاء والفلك، في امور اهم عند المواطن. لا، هذا موضوع مهم. يعني انا بذكر قصه انه رئيسة الوزراء الهنديه لما اطلقت المشروع الفضائي الهندي هوجمت بشكل كثير كبير، انه كان وقتها الشعب الهندي كثير فقير، انه انت قادره بميزانيه المشروع الفضائي الهندي تطعمي الهند، طعمي الشعب الهند وجبه رز لمده سنه كامله. فقالت لهم بالفعل انا بقدر كنت طعميهم وجبه رز لمده سنه كامله، لكن الان بمشروع الهندي انا علمتهم يزرعوا رز لكل العمر. وهذا هو أهمية مشروع الفضاء، لأنه ممكن يفتح لنا أفق كتير كبيرة. نحن بحاجة لطاقة، نحن بحاجة لنعرف وين آثارنا، وين مياهنا الجوفية. عم نحكي على الطقس، طقس عامل مهم، كلها هي تدخل فيها تكنولوجيا الفضاء تماماً. وعوامل الفضاء والفلك. تماما. بختام كلامك دكتور، انا بدي اتوجه التحيه لكل العلماء ولكل من يعمل بالجمعيه الفلكيه السوريه، نتمنى اكيد دائما نشوف هي الانجازات اللي بنرفع راسنا فيها. كل التوفيق دكتور، وشكرا لوجودك معنا. شكرا لك فرح سلمى، يسعد صباحكم. صباحكم خير. صباحك يا رب. يسعد صباحك، شكرا لك دكتور. شكرا.